السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية بعض الناس بيشوفوها ويشعروا بفزع لما بيشوفوها. إيه هي؟ رؤية ابنتي انجرحت أو اتعورت باللهجة المصرية بتاعتنا. إيه معنى إن أشوف بنتي بتنجرح في المنام؟ ايه معنى ان اشوف في حد بيجرح بنتي في المنام؟ ايه معنى ان اشوف بنتي هي اللي بتجرح نفسها في المنام؟ هذه الرؤى سوف ندور حولها في هذا اللقاء. اول رؤية معنا وهي رؤية ابنتي انجرحت في المنام. هذه الرؤية تدل على الفشل والاخفاق لهذه البنت في بعض الامور. لو انها تدرس، اخفاق في الدراسة. لو انها تعمل، اخفاق في العمل، وهكذا. رؤية الأم أن ابنتها تجرح يدها، هذه الرؤية تدل على أن هذه البنت مبذرة في قضية إنفاق المال، مبذرة في إنفاق المال. لو المرأة المتزوجة شافت أن هي تبحث عن حمل، هي تبحث عن حمل ورأت أن ابنتها جرحت نفسها، هذه الرؤية تدل على الحمل. يبقى هنا في ملمح دقيق في هذه الرؤية. لما المرأة المتزوجة تشوف ان بنتها بتجرح نفسها، بتبحث عن حمل، هذه الرؤية معناها حمل. مفيش حمل، هذه الرؤية تدل على ان البنت دي مبذرة، تنفق المال بطريقة هستيرية. رؤية العزباء انها انجرحت، هي اللي شافت نفسها انجرحت في المنام. هذه الرؤية تدل على الزواج ان شاء الله. رؤية الرجل المتزوج أنه رأى ابنته وهي تحبي وكأنها طفلة رضيعة. هي مش رضيعة، ده هي بنت كبيرة شابة عزباء. شاف الراجل إن بنته في المنام بتحبي زي الأطفال الرضع. هذه الرؤية تدل على المستقبل الباهر لهذه البنت. رؤية الأم لابنتها وهي تحبو زي ما الراجل شافها، الأم برضو شافت نفس الرؤية. ماذا تدل؟ تدل هذه الرؤية على تحقيق أهداف هذه البنت في المستقبل إن شاء الله. رؤية الرجل لابنته أنها كبرت في السن، إذن هي في الحقيقة صغيرة. شاف الرجل ابنته كبرت في السن، هي أكبر من الحقيقة في السن. هذه الرؤية تدل على عجز البنت أمام بعض الأمور، وقيل عدم اتخاذ قرارات سليمة من البنت. البنت نفسها قضية القرارات عندها يعني طائشة. رؤية ابنتي أنها أصبحت أصغر من سنها، هذه الرؤية تدل على أنها هذه البنت يعني تمر بأزمات نفسية. وقيل أن الرائي اللي شاف الرؤية سواء الأب أو الأم عنده قلق وعنده خوف على مستقبل ابنته. رؤية ابنتي أصغر من سنها ولكن كانت جميلة، هذه الرؤية تدل على براءة هذه البنت وعلى صفاء روحها وعلى طيبة قلبها، فهي رؤية محمودة إن شاء الله تبارك وتعالى. تدرون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.